العمل ديال مسؤولي الشرطة القضائية في هذا المجال كيدخل في إطار استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد من النظام الوطني ومن النظام الوطني. فإضافة على المستشار البيتي المدير من شرح المجهودات التي تقوم بها في العمل الوطني في مجال الوحدات المتخصصة في مجال الأبحاث الإلكترونية. فهذا الفرق العادة تكون في القابلة للمصالح المغربية كتقوم بما يسمى بالرصد بنظام رصد واليقظة الأوتوماتيكي على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بفضله كيتم رصد يعني 7 ساعات على مدار 24 ساعة جميع المحتوى الإلكترونية من صور أشرطة فيديو تدوينات أو تعارف اللي كتكون مخالفة للقانون. في هذا الإطار هذه السنة سنة 2019 تم رصد حوالي 2247 منشور أو محتوى رقمي مخالف للقانون مقارنة مع 1613 السنة الماضية. هذا التطور يعني يمكن شرحه بطريقة بسيطة جدا، وهو تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المغرب. فإذا خدنا الإحصائيات اللي نشرتها المركز الوطني لتقليل المواصلات، فمثلا سنة 2016 كنا 17 مليون مشترك في الإنترنت، اليوم في مارس 2019 حنا 23 مليون مشترك في الإنترنت. بالنسبة لعدد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فالإحصائيات أو التقرير اللي نشرته وكالة بي آر سوشيال بسنغافور، ف 47% من المغاربة كيتوفروا على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيجي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على رأس المواقع الاجتماعية اللي كنستعملوها في المغرب، حيث الآن حنا حوالي 17 مليون مشترك. بهدف المديرية العمل الوطني قامت بوضع آلية رصد اليقظة اللي كتشتغل 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة اللي كتقوم برصد هذه المحتويات اللي كنميزو يعني كاين مجموعة ديال الأنواع. فملي كيكون فعلا هذا الحدث يوثق لجريمة تم وقوعها في المغرب، فيتم بشكل فوري مراسلة مصلحة الشرطة القضائية المختصة الترابية اللي كتقوم بالأبحاث الميدانية تحت إشراف المدير العام. فإذا ما تبين أن هذا هو عبارة عن يعني معلومات زائفة على هذه فيك نيوز، فيتم أولا تحري عن مكان وقوع الجريمة الأصلي، وبعد ذلك يتم القيام بتحريات تقنية من أجل تحديد هويات ناشري هذه المعطيات الزائفة واللي كتشكل يعني خطر وإحساس بفقدان الأمن في العالم. ذكرت أن الاستراتيجية المديرية على الأمن الوطني فيها الشق الوطني لتعزيز الوحدات والأطر اللي كتوفر على شهادات عليا وعلى تكوينات متخصصة، أيضا الوسائل اللوجستيكية اللي كنعتمدوا فهي وسائل لوجستيكية اللي معترف بها دوليا واللي كتحط في إطار ما يسمى بالتجربة الفورنزيك أو لا لانفورماتيك ليغال. بالنسبة للشق الدولي، فإضافة على ما تشرف به السيد المدير من معطيات حول ما نشتغل به في إطار منظمات أنتربول ومجموعة من المنظمات الدولية، فالمملكة المغربية صدقت في سنة 2018 على المعاهدة الدولية للجرائم الإلكترونية أو ما يعرف بمعاهدة بوكارست، يعني بناء على هذه المصادقة فقد تم تعيين المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية على مستوى مديرية الشرطة القضائية ومديرية الأمن الوطني، وقطب القضايا الجنائية برئاسة النيابة العامة كنقطة اتصال اللي كتشتغل أيضا 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة ديال الأيام في الأسبوع من أجل تبادل المعلومات مع مجموعة الدول الأعضاء هذه الاتفاقية. والهدف شنو هو؟ هو أن نقوم بالتحريات الفورية من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق الهدف.